مدارس ابتدائية يعني لي كولاج لي ليسي، شفتوا معنا انه الحي ما فيش يعني لا كونسيبسيون القديمة تاع انه يكون هناك يعني محلات يعني في الطابق السفلي تاع العمارات. كل 13300 سكن في لا كونسيبسيون اعتمدنا انه ما يكونوش هناك محلات باش نخلي يعني يكون حي نموذجي فيما يخص يعني لو كادر دو في. بالمقابل قمنا بانجاز عده اكشاك، قمنا بانجاز مركز تجاري اللي راح يوفر كل خدمات التسوق للساكنه تاع الحي هذا. كنا شفنا ايضا في تقديم العرض المشروع اللي قام بتدشينه السيد رئيس الجمهوريه 10000 اكثر من 10000 وحده سكنيه، كنا وضعنا حجر الاساس هذه 10 اشهر واحنا تقريبا انتهينا من كل اعمال الخرسانه، واحنا نعمل الان بربي ان شاء الله يعني هذا المشروع اللي انطلقنا فيه منذ 10 اشهر وشفنا درجه الانجاز نسبه الانجاز اللي هي تقريبا راح نقول 80% فيما يخص الخرسانه.